اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج الكنبة الحمراء. زي ما عودناكم كل مره بنجيب شخصيه مثيره للجدل ليها صخب ودوشه وناجحه جدا في السوشيال ميديا وناجحه جدا في شغلها في كل حاجه. النهارده هيكون معانا من اكبر المنظمين اللي في مصر كلها، مغامر جدا، متحمس جدا. مفيش حفله في مصر اتمنوتوا تروحوها الا لما يكون هو اللي منظمها. معانا وليد منصور. ازيك يا استاذ وليد؟ اهلا بيك يا استاذ. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. منورنا في تفرج، و كلنا كنا متحمسين عشان نقعد معاك الحفله دي. لا الحفله دي بالظبط. الحفله دي. وليد، يمكن انت يعني اكتر حفلات في مصر انت اللي عاملها، انت لو قمت الحفلات زي ما بيقولوا في الخمس سنين اللي فاتت ديت، كنت اكتر منظم حفلات مغامر. نقدر نقول ان انت مغامر فعلا؟ من وانا عيل صغير وانا مغامر والله يا فندم. بص، هو وانا صغير كده قالوا لنا يعني على قد مغامرتك وعلى قد ريسكك على قد ما ممكن تلاقي قدامه نجاح او فشل. يعني بس هو لو انت بتحسبها كويس ولو انت مذاكر اللي بتعمله كويس، يا ربنا يعني بنسبه 90% بيكرمنا. يعني احنا دايما بنعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. فانا بطبيعه حالي مغامر، بطبيعه حالي بحب اشوف ايه جديد واعمله. ويمكن ده اللي انا والتيم بتاعي كله فرقنا شويه عن اي زميل لينا في مجالنا. المجال كبير ومفتوح، في فوق السبع ثمان شركات كلها بتتنافس على انها تعمل شغل كويس. احنا بنفرق عنهم بس شويه ان احنا بنحب الشغل اكتر منهم. لو اتكلمنا عن بدايات وليد منصور، في البدايه كان تنظيم حفلات جامعات وتامر حسني. كلمنا بقى ازاي جمعت بتعمل حسن الجامعه. هي البدايه حفلات التخرج البرومز، هي دي اكتر حاجه انا ابتديت فيها، وهي يمكن اللي شهرتني شويه ان انا عملت فكره كانت جديده ان اعدي على الاوتيلز وعلى الفنانين كلهم اخد باكجز. كنت صداقتي بتامر كانت قبل لما اخش المجال ده بتلات اربع سنين، كنا شغالين، كنت بعمل مسرحيه في مسرح البالون وهو كان عامل لنا فيها الالحان وضيف شرف معنا في بدايه المسرحيه. كنت بساعد الاستاذ محمد متولي المخرج في مسرحيه كانت بطوله تامر في جامعه اكتوبر، فكنا اتعرفنا على بعض في الفتره دي. ما كانش لسه هو عمل غير تراك واحد بس، يعني ما كانش لسه عامل البومز ولا حاجه. فلما ابتديت اخش المدارس ابتدت، كان تامر عامل البوم تامر وشيرين، فهو الوحيد اللي انا اعرفه في المجال ده يعني. وانا دخلت هعمل فكره كنت شفتها في فيلم بتاعت حفلات البرومز دي، رحت خدت كام اوتيل على شويه ديكور ثابتين على اتنين جردات كده جبتهم من مطعم، هم دول اللي ينفعوا، شويه ديكورز بالبالونز وهنعملها واكسكلوسيف مثلا مع ياسر شاكر الدي جي ساعتها، وكان تامر حسني. وكان في ورحت لتامر قلت له بقول لك انا هعمل كذا وفكره جديده، تعالى بوش معايا في الموضوع ده، ايه رايك؟ اول ما ابتديت اعملها ابتدت الناس تطلب مني طب مين تاني مع تامر؟ فمره يقولوا لي كان ساعتها احمد العطار عامل اغاني ناجحه جدا، كان شاذة ساعتها برضه، كان خالد سليم، لؤي حمائي، تقريبا كان هم دول الست نجوم اللي كانوا موجودين في الفتره. فهم دول بقى انا ما كنتش اعرفهم، يعني مثلا خالد تامر يكلمني العطار ده ابن خالتي جاي وبيعمل كذا فمش عارف ايه. مره في مره في مره ابتدت البرامز تشتهر قوي في مصر، فابتدت كل الناس يشوفوا مين اللي بيعملها دي، فولد اسمه كذا، فتلاقي يا اما مدير اعمال نجم بيكلمك، يا اما الصدفه ابقى في اوتيل فقابل نجم منهم معرفوش فاقول له انا فلان الفلاني، اه انت اللي بتعمل كذا. فابتدت واحده واحده لحد ما السنه اللي بعدها ال 16 برام بقوا 62 بقوا 70، فابتدت الموضه تنتشر، ابتدت الجامعات عملنا بقى اوفر ان احنا الويلكم بارتي والحاجات دي. عملت باكجات يعني الحفلات، فبقيت اشتغل باكجز بقى، فابتديت وليد ده بتاع المدارس والجامعات. فواحده واحده ابتدى ال 10 يبقوا 20 نجم، يبقوا 30، يبقوا 50، ابتدى يبقى فيه بره مصر من جوه مصر، فلحد ما بقى فيه حاجه اسمها وليد منصور. في علامات في حياتك او يعني من اشهر الثلاثه اشتغلت معاهم تامر عمرو محمد منير. عمرو بقى جت علاقتك بيه ازاي او بدات مع عمرو ازاي؟ بالصدفه والله. تامر هو كان ليه بوش في بدايه حياتي ان انا اخش في المجال. حمائي عمل بعديه بوش برضه. حمائي.
منير اشتغلت معاه، هو كان منير يعني صديق لوالدي الله يرحمه المخرج جمال منصور. ف يعني لما رحت له اول مره بعد ما ابتديت اعمل الحفلات دي قلت له انا ابن فلان، فهو ابن اخويا ورحب وبقى بيا، وعملنا ساعتها حفله السي اي سي، وعملنا حفله في كومباوند في راس السد، عملنا ثلاثه ايفنت مع بعض في سنه ونص يمكن ورا بعض. بعد كده ابتديت اشتغل بقى في كل المجالات مع كل النجوم. كان بقالي 3 سنين كل الناس تقول لي انت عملت لكل الناس يا وليد، مش عملتش حاجه لعمرو دياب. اقول لهم بصوا يعني ربنا يكرمني اعمل ايفنت واحد عشان يبقى في السي في بتاعتي، انت عملت عمرو دياب بالظبط، عمرو دياب يعني. فشاءت الاقدار 2/6/2011، شوف حافظ التاريخ انت، لانه عيد ميلادي 2/6/2011 يعني بعد الثوره باربع شهور تقريبا. الناس كلها في حاله ركود، قاعد مع اتحاد طلاب الجامعه الامريكيه، قلت لهم ما تيجي نعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس، نعمل عمرو دياب. كان عمرو دياب ما جاش الجامعه الجديده، كان اخر حفله عملها في الجامعه القديمه كانت سنه 2007 تقريبا. فايه رايكم؟ فبكلم وليد الزحريري قال لي طب بقول لك ايه كلم، قلت له طب انا معايا رقم احمد زغلول، هكلم احمد زغلول. فكلمت زغلول قال لي طب هشوف وهقول للاستاذ. المهم لفت السيركل وفي الاخر قال لي لا اكلم هدى الناظر مدير مكتب عمرو دياب. كلمتها لطيفه جدا ايه كذا، وشرحت لها قلت لها بس احنا يعني البادجت مش هتبقى كبيره معانا قوي، ان الظروف اللي احنا فيها هي الاقتصاديه بتاع البلد كلها. قالت لي اساسا ان انتوا تفكروا تعملوا ايفنت زي ده احنا معاكم. والحمد لله عملنا حفله، طبعا اول مره كنا بنشتغل بالورقه والقلم، واي حاجه بتبعتها على الميل تاخد ابروفل الاول، لان برضو يعني عمرو دياب ما اشتغلش معاك ما يعرفش اسما، بيتستوا بعض. فهو ليه رولز وليه فكر، وانا رايح بالطريقه بتاعتي اللي انا 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 كنت شاطر طول عمرنا في شكل السيت اب، في شكل الستيج، ان احنا نعمل فكر جديد يعني. فروح عملنا اول حفله انبسطوا فل تمام. بعدها بشهرين عملنا حفله ثانيه، بعدها بشهرين الثالثه الرابعه الخامسه سيبت ملع عمرو دياب. الحمد لله يمكن في الاربع سنين دول انا عملت 16 حفله لعمرو دياب. خلي بالك احنا اصحاب يعني يعني الموضوع مش حفله، لا احنا على المستوى العائلي والشخصي اصدقاء، بنزور بعض، بنقعد مع بعض، بنتكلم، بننصح بعض يعني، بنقعد مع بعض. ده مهم ان انت طبعا بتختلف عن اي منظم حفلات تانية، ان انتوا بتبقوا في اطار عائلي واطار صحاب واطار اكتر من هو بيزنس بس. يعني احنا البيزنس جزء في الحياه خلاص يعني، ينفع انا وهو نختلف النهارده في حفله ونولع في بعض، بس تاني يوم لو هو عنده مناسبه هروح له، هو عندي مناسبه هيجي لي. يعني انا بنقدر نفصل حياتنا العمليه بحياتنا الشخصيه. بس دي بتديك حته بتبقى فاهمين بعض وفاهمين انت نفسك في ايه وانا نفسي في ايه، امتى ينفع طب يلا بقى نغير، ايه رايك نطلع من الحته دي نخش في دي. فهو ده اللي بيفرق يمكن يعني. في مقوله دايما بيقول لك اصل وليد منصور عشان صاحب الفنانين بيديله سعر، مفيش حد بيدي سعر اقل، مفيش فنان بسعرين، هو سعر واحد. احنا عندنا شويه تولز يعني، احنا بنعرف نجيب سعر. بس انا سالت كنت عاوز اعمل حفله الحمائي، فقالوا لي وليد منصور هو اللي هيقدر يجيب لك اقل سعر. اوفر باكج، مش سعر النجم. اصل يعني الفنان دلوقتي النجوم الكبار بيبقى هو والسيت اب بتاعه. انا بقدر ابوش في حته السيت اب، فانت لما بتاخد اوفر باكج بتلاقي سعر اقل. اقل بقى 50,000 40,000 عن غيري. وهي بتبتدي الناس عندها الحمد لله بقى شويه ثقه، فيقول لك بس انا اقل 20 او زيه، بس انا وليد انا رحت له حفلات فعارف بتطلع معاك، فعارف بتطلع. هي بس مش اكتر من كده. اما الفنان سعر واحد ما بيتغيرش، ما بيديش حد سعر اقل من حد، الا لو حدث ممكن تعمل مره واحده في الحياه. فانا ممكن ساعتها بقى بطريقتي اشرح للنجم يعني بعاد الايفنت ده، فهو ممكن هو اللي ينزل يقلل عن سعره بس.